بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال وخلق أجواء الفرحة والترفيه لهم، أقامت مديرية المسارح والموسيقى في الحسكة بالتعاون مع المسرح القومي العرض المسرحي المخصص للأطفال الغابة وثلج الشتاء. أصبح طقسا معتادا أنه كما طقس العيد يتزامن دائما مع عروض مسرحية لمديرية المسارح والموسيقى تحت عنوان فرحة الطفولة. اليوم نقدم عرض مسرحي بعنوان الغابة وثلج الشتاء. العرض هو عرض كوميدي يعتمد على الاستعراض، يعتمد على الغناء، يعتمد على الرقص، ويعني نأمل أن يكون فعلا بسمة حقيقية في هذا العيد لأطفال الحسكة. حابين نقدم للطفل أنه التعاون والعمل هو أساس كل شيء، وكل شيء الوقت، وبعدين اللعب والغناء العمل مع الأطفال، التعامل مع الأطفال عمل حساس طبعا، والمتعة بهذا العمل خاصة هو تشجيع الأطفال، تحريضهم بشكل إيجابي على العمل والتعاون. بحاول نقدم شيء للأطفال وشيء كوميدي يعني حتى نغير هالجو عليهم بأيام العيد الله يرحمه ويبارك، وإن شاء الله يكون أيامنا كلها أعياد. فهمنا أنه ما في حدا يكون خلي ما يكون مغرورين ولا شيء، أنه نكون مثل بعض، نحب بعض ونساعد بعض كمان. أنا فهمت من هاي المسرحية أنه من زرع حصد ومن جد وجد، وكل عام وانتم بخير. كثير فرحنا بالمسرحية. العرض الذي تستضيفه خشبة المسرح في المركز الثقافي العربي في أيام عيد الأضحى ذو طابع كوميدي يهدف إلى إدخال الفرحة في نفوس الأطفال الحضور، وفي الوقت ذاته نشر قيم الخير والمحبة والعدالة. أحمد الحمدوش، الإخبارية السورية، الحسكة.